اللي ايش تحبوا تعرفوا؟ تحبوا تعرفوا من البلطي مترشحوا لي؟ انا نحب نقول لك حاجه، من البلطي عمره 61 سنه، عنده اكثر من 30 سنه في النادي الافريقي، حياته كامله يساعد النادي الافريقي على مده سنوات، وكل ما طلبوا مني كنت انا موجود. اليوم ثم هيئه مديره، هيئه تسييريه، صار برشا ظروف، دخل خرج يوسف ومشكور، ويعرف يوسف اللي انا من اكبر عباد اللي دعمته، وهما اجماع هذوما هما مستقبل النادي الافريقي. تقول لي منير بلتي عندك النيه ولا ما عندكش النيه؟ اذا كان ما هو مش يترشح حتى انا نقولها من باب هذايا، منير البلتي قبل دقيقه 90 يحط الترشح نتاعو. انا اللي ماذا بيا سيدي نقولها لكم بصراحه، ماذا بيا انا يوسف والهيئه المديره يواصلوا، فهمت؟ خاطر لا كونتينيتي راهي هي اهم حاجه، سورتو وقت توصل معناها للنتيجه كيما هذه، فهمت؟ اما توا من جهه يقولوا له يوسف ما يحبش وما عادش وكذا 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 وكذا، يقول لكم انا راني ما كنتش مع يوسف، ومن جهه اخرى نسمع يوسف يحب كل شيء، سيدي يحب هذا مش يوسف يواصل، هو والهيئه المديره هذه ولا التشكيله الجديده نتاع هيئه مديره وهو معناها ولا غيره، فهمت كل شيء. انا نقول، انا نعاود نقول لو ثم فراغ، فهمت؟ انا نقدم تشكيله في الدقيقه 90، نقعد نستنى، كان يوسف عاود بالعكس انا ندعم يوسف. منير البلطي لن يترشح الا في حاله ما ثماش قائمه تقدم روحها، الاولويه الى اعضاء الهيئه المديره هذه، هذه الاولويه. هذا كان ترشحوا ناس اخرين، هذيك وقتها بروبابلمون رشح روحي.